اللهم صل وسلم وبارك عليه دينه آدم زال آدم به وليله على المراتب دينه ونوح زال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب دينه إبراهيم بل إبراهيم به تكون حجته على عباد الأصنام والكواكب دينه وموسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب دينه وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب إلى فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأس نصائب قال هو النبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي القيامة في صغره علامة تضله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليل الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع تباك ثاقب قدمه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المهن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاتبت الأحجار وحن إليه الجزء حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب إن أوذي يعفو ولا يعاكب وإن خوسم يثبت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتكى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى بكوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك